مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج اسأل القانون. اليوم حلقتنا حلقة الأسئلة القانونية والرد عليها. طبعا الأسئلة القانونية عن طريق هاشتاغ اسأل القانون في مواقع التواصل الاجتماعي. أي شخص عنده أي سؤال حاب يسأله أو استفسار يقدر يكتب سؤال ويتضمن هذا السؤال الهاشتاغ اللي هو اسأل القانون، إن شاء الله راح نجاوب على أكثر قدر نقدر عليه من أسئلتكم واستفساراتكم. سؤالنا الأول لهذه الحلقة يقول: عندي وصل أمانة على شخص وذلك مقابل مبلغ مالي، وبعد ذلك طالبته في سداد هذا المبلغ عدة مرات لكن رفض سداد هذا المبلغ، فأقدم هذه الشكوى عن طريق النيابة. طبعا لا، في حال إذا كان هو وصل أمانة، هنا إحنا نفرق اليوم، يعني هنقول هناك مثلا هنقول أوامر الأداء، هنقول أوامر الضمان المالية اللي هي تعتبر عن سندات أو شيكات أو ما قابل من ذلك من أي هنقول وصولات أو أوراق مكتوبة تفيد في قيمة الدين أو أسباب الدين إلى آخره. طبعا هذه السندات يعني لها حجيتها في الإثبات في حال ما كان هناك فيها أي تزوير، لكن هني نفرق جميع هنقول الأوراق أو هنقول وصولات الأمانة هي أمور مدنية فتخضع لمحكمة الموضوع المدنية، هي اللي ترى في هذه الأمور. فالمحكمة المدنية كدعوة مطالبة في المبلغ هو الحل لهذا الوصل. أما إذا كان شيك، طبعا الشيك يختلف، فالشيك هو يعني أمر أداء، وهذا الأمر أداء ترى فيه النيابة العامة له طابع خاص طبعا، ويكون من الأمور نقول الجزائية اللي عقب عليها القانون في حال إذا كان هذا الشيك ما فيه رصيد. فالرد بكل بساطة هي دعوة مطالبة بموجب وصل الأمانة، وليس النيابة العامة هي جهة الاختصاص في هذا الموضوع. السؤال الثاني يقول: دفعت عربون لشراء شقة، ولكن قدر الله ما شاء فعل وتوفى صاحب الشقة وانتقل الموضوع للورثة، وهذا كان ثابت بالأوراق وهم مو ناكرين العربون، لكن هناك كانت مماطلة مما دعا إلى رفع دعوة في هذا الموضوع للبت في موضوع العربون سواء بإرجاع أو استكمال الموضوع. فما هو وضعي القانوني في هذه الحالة؟ طبعا في هذه الحالة وفق المادة 75 من القانون المدني اللي أشارت إلى موضوع العربون، طبعا في حال إذا كان الشخص اللي قبض العربون هو الشخص اللي خلينا نقول رد عن موضوع البيعة، فهني عليه رد العربون وكذلك ضعف قيمة العربون. أما إذا كان خلينا نقول مثلا في بعض الحالات يكون الشخص نفسه غير رأيه، لقى عقار ثاني وحب أنه ينسحب من هذه البيعة، ففي هذه الحالة وفق القانون العربون يكون حق لصاحب العقار، لأن طبعا في هذه الفترة أكيد كانت هناك فرص وفاتت، فلذلك القانون حط الضمانات لكل الطرفين. أما في بعض الحالات إذا كان مثلا مثل ما تفضلت الأخت السائلة أن يعني صارت قضية والأمر استمر، وخلال استمرار هذه المدة هناك أضرار صارت عليها لأن عربونها صار عند خلينا نقول جهة أخرى، وبنفس الوقت ما راح تقدر خلينا نقول تستفيد من المبلغ اللي موجود عندها في سداد مثلا قيمة عربون لأي عقار آخر، أو ضاعت عليها فرص أخرى. ففي حال إذا تبين أن المدد طالت وترتب عليها آثار، فتقدر كذلك في هذه الحالة رفع دعوة تعويض عن الأضرار اللي حصلت، وتبيان هذه الأضرار طبعا تكون مبينة في صحيفة الدعوة، دعوة التعويض سواء كانت أضرار أدبية أو أضرار مادية خلال سريان الدعوة أو خلال سريان الخلاف اللي حصل بعد وفاة صاحب العقار. نطلع فاصل ونرجع نستكمل أسئلة هذا اليوم. المجتمع الناجح ما يخاف من عيوبه، ما يغطيها، ما ينشرها ولا يستحي منها. يواجهها،
يسلط الضوء عليها، يناقشها ويلقى لها الحلول اللي تناسبها. الاعتراف بوجود خلل أول خطوة نحو تصحيحه. ماذا بعد؟ تشاهدونه في الأوقات التالية على تلفزيون دولة الكويت. عودة من بعد الفاصل ونستكمل حلقة اليوم، حلقة الأسئلة والاستفسارات القانونية. سؤالنا الثالث لهذه الحلقة يقول: أحد السيدات تسأل أن ابنها قام بسرقة مال خاص لها وهو حاليا في الحبس وحابة تتنازل عنه، فما هو الإجراء المتبع في هذه الحالة؟ طبعا هني الأمر بسيط جدا، يعني هو مجرد تقديم طلب لمكتب السيد النائب العام في التنازل عن هذه الشكوى، لأن في مثل هذه الحالات إذا كانت يعني القانون بينها في حال وجود أي دعاوى خاصة في الأصول أو الفروع، زين فقانون الجزاء هني يعني ما تقوم الدعوة الجزائية إلا بناء على رغبة أو طلب من المجني عليه، وبنفس الوقت المجني عليه له الحق في إيقاف الدعوة الجزائية. فلذلك في كل بساطة يقدم الطلب لمكتب السيد النائب العام في عدولها عن استكمال هذه الدعوة ويتم الموافقة عليها بناء على ما جاء في القانون ونظم القانون في هذا الخصوص. وهذا كان سؤالنا الثالث لهذه الحلقة. السؤال الرابع لهذه الحلقة يقول: شنو فائدة كتابة توقيت الإعلان بالساعة والدقيقة على صحيفة الدعوة؟ الإجابة طبعا أن الإعلان يتم وفق اشتراطات معينة، فاشتراطات الوقت أن يبدأ الإعلان بعد الساعة 7 صباحا حتى الساعة 5 مساء، وكذلك ما يكون أي إعلان في وقت العطل الأسبوعية أو العطل الرسمية إلا في أمور معينة، في حال كان هناك مثلا أمر مستعجل من قاضي الأمور الوقتية فيستثنى من هذا الأمر إذا كان هذا الأمر صادر عن قاضي الأمور الوقتية. فلذلك الإعلان يجب أن يكون في هذه الفترة، لأن هناك أمور شكلية وإجرائية في الدعوة يجب الالتزام فيها لضمان حسن سير الدعوة. أحد الأشخاص يسأل: ما هو المقصود من صندوق تأمين الأسرة؟ طبعا صندوق تأمين الأسرة تم إنشاءه في سنة 2015، وطبعا هذا الصندوق مختص في تنفيذ نقول الأحكام الصادرة في محكمة الأسرة. يعني على سبيل المثال إذا تعذر تنفيذ الأموال الناتجة عن هذه الأحكام سواء النفقات إلى آخره بما يخص الأسرة، فطبعا هذا طابع له طابع خاص. الطابع الخاص هذا طبعا دعم من الدولة لتنفيذ هذه الأحكام على المحكوم عليه في حال تعذره في دفع هذه المبالغ أو عدم وجوده أو عدم وجود له عنوان أو إذا ما كان يملك المال لدفع هذه النفقات، فيجي دور صندوق الأسرة هني في تغطية هذا الالتزام حفاظا لهذه الأسرة وفق إجراءات معينة يتقدم عليها ذوي الشأن وفق الاشتراطات الموجودة في صندوق الأسرة، وبعد استيفاء هذه الاشتراطات بكل بساطة يتم صرف هذه المبالغ. السؤال يقول كذلك: أحد الأشخاص قام بشراء سيارة وبعد فترة قصيرة اكتشف أن السيارة فيها عيب جسيم، إنزين، وهذا العيب يعني في ضرر كبير في قيمة السيارة، فما هو التصرف القانوني في هذه الحالة؟ طبعا في هذه الحالة طبعا هناك يعني القانون تطرق حق أمور واضحة في العيب الخفي. طبعا إذا كان هناك في عيب خفي وتم اكتشافه في فترة قبل سنة والمدد اللي نص عليها القانون، هني يحق للشخص المتضرر اللي هو المشتري في رفع دعوة، والدعوة هذه طبعا يكون فيها ندب خبير لاكتشاف هذا العيب والخروج في تقرير واضح يبين أن هذا العيب دوره انتقص من قيمة هذا الأمر اللي تم شراءه. فعلى هذا الضوء مجرد ما ينتهي تقرير الخبير وإرساله إلى المحكمة، يعني المحكمة تنظر في هذا التقرير ومن بعد ذلك يتم الحكم لمصلحة المشتري سواء في رد المبلغ أو
على حسب كل حالة أو كل واقعة بالمعطيات اللي موجودة. إذا كانت هذه القطع ممكن أن تستبدل وهي قطع بسيطة، أما إذا كان هذا الأمر قد يأثر على قيمة الشيء بشكل يعني واضح، فمن الممكن أن تكون هناك دعوة استرداد وكذلك دعوة تعويض عن الأضرار اللي أصابت هذا الشخص خلال هذه الفترة. هذه أسئلتنا لهذا اليوم، ونراكم إن شاء الله في حلقات قادمة.